ما لحقش. احمد كمال مع حضرتك بالبنك المركزي المصري المراقب على جميع بنوك مصر، ورحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تحت امرك. الاستاذ احمد شعبان. اي فندم. حضرتك في تحديث بيانات خاصه على الكارت يا فندم، اخر عمليه سحب تمت عن طريق الاي تي ام ولا البنك حضرتك يا استاذ احمد؟ اخر عمليه لا، عن طريق الاي تي ام تقريبا. تمام، واخر عمليه ايداع تمت عن طريق الاي تي ام ولا البنك يا استاذ احمد؟ لا، الاي تي ام برضه. تمام استاذ احمد، بنستكمل مع حضرتك بعض الاجراءات القانونيه لتكميل تحديث البيانات. ممكن حضرتك تمسك الكارت في حضرتك وانت معايا يا استاذ احمد؟ يعني امسكه اعمل ايه؟ بنرجع مع حضرتك بعض البيانات يا فندم. طب انت حضرتك انهي كارت طيب فيهم؟ معلش عشان ما اقدرش. اي فندم؟ انهي كارت فيهم؟ انا معايا كذا كارت. تمام، هو التحديث ده بيتم لجميع البنوك لجميع العملاء، بيتم البنك الاهلي، بنك مصر، الساي بي، كيو ان بي، المصرف المتحد، البنك العربي الافريقي، بنك اتش بي سي، بنك دبي الامارات الوطني، بنك القاهره، بنك اسكندريه، البريد المصري، بيتم على ديفيد، مستر كارد، مستر ياد، بنك سعيد، بنك دجار وفاء، بنك عوده، بنك بلوم، بنك كده. تمام يا فندم. يعني انت حضرتك محتاج مني انا اطلع انهي كارت فيهم؟ مش فاهم. حضرتك اخر كارت استخدمته على ماكينه الاي تي ام يا فندم؟ ده كارت مرتب. يلا انت عايز تريد الكارد. تمام يا فندم، احنا بنرجع مع حضرتك بعض البيانات لتنشيط الكارت مره اخرى يا فندم. تمام، بنرجع مع حضرتك بعض البيانات. تمام، هو مش واقف تنشيطه ازاي؟ معلش مش فاهم. تحديث بياناتي فندم. تحديث تحديث. معلش انا اسف، سمعت تنشيط. تمام يا فندم. تمام، امسك الكارت في حضرتك يا فندم. تمام تمام، الكارت متواجد مع حضرتك. جميل. تمام، وضع قدام حضرتك على الكارت 16 رقم، وضعهم حضرتك من اليسار. ايه بس المفروض تبقوا انتوا عندكم، انتوا مش عندي انا ولا ايه؟ تمام يا فندم، احنا بنراجع مع حضرتك بعض البيانات وبتوصلك رساله بيختارك اللي فيها تحديث بيانات من البنك اللي انت تابع ليه يا فندم وانت معايا على الموبايل. بيوصلني رساله من مين معلش؟ من البنك اللي انت تابع ليه، بيختارك اللي فيه تحديث بيانات خاصه من البنك المركزي المصري. ده غريبه شويه اللي انت بتقوله لي، مش عارف. لا يا فندم، احنا حضرتك محدثين قبل حضرتك 22 مليون عميل قبل حضرتك. طب انت يعني انت ظاهر عندك انا ايه او كده او اي حاجه، ولا ظاهر ايه عند حضرتك معلش؟ باسم استاذ احمد شعبان يا فندم. بس مش ظاهر اي بيانات تانية؟ وبيظهر رقم الموبايل فقط بس يا فندم. وبعد ما استكمل حضرتك بعض البيانات بتوصلك رساله وبتظهر لي بيانات حضرتك كامله يا فندم. طب هي الطريقه دي بتجيب مع الناس او بتنفع مع الناس ولا هي ولا ايه؟ ايه يا فندم؟ الطريقه دي جايبه مع الناس، يعني جايبه لك شغل ولا؟ لا يا فندم، حضرتك محدثين قبل حضرتك 22 مليون عميل يا فندم. 22؟ انا شغال في بنك. فاللي انت بتقوله انت نصاب. انا عايز اعرف النصب ده بيجي مع الناس عادي؟ يعني جايب معاهم؟ بقول لك ايه؟ سؤال عادي. انا مش خلاص، يعني انا مش فارقه معايا، يعني انا كده مش هديك حاجه خلاص، انا راجل شغال في بنك فعارف اللي انت بتقوله خلاص. انا بتكلم تمام. انا اقول لك حاجه واحده انتوا خليتوا الناس الغلابه حاجه، فانت بتحاول بقى تقضي على الباقي. طب اذا كده بتدي على الناس الغلابه، هو الناس الغلابه هي اللي مش فاهمه، يعني الناس الغلبان هو اللي هيقول لك كذا وبياناتي كذا وهيبقى خايف وقلقان وبنك مركزي وبتاع. طب يعني انت كده عملت ايه؟ انت كده اخدت بالغلابه اكتر. انت خليتوا للناس الغلابه حاجه بعد اذنك، انت خليتوا للناس الغلابه حاجه. لا حول ولا قوه. طب انت كده بتسرق الناس يا ابني، يعني انت يعني متوقع اخرتك ايه؟ او مش اخرتك كدنيا، سيبك من الدنيا خلاص، عادي عيالك، بيتك، مراتك، اهلك، ابوك، امك، اي حاجه من الحاجات دي عادي. يعني انت مش متوقع نص الفلوس بتاع حضرتك كلها حرام؟ مش متوقع يعني؟ بس انا بشقى بيها. انت كده بتضحك يعني على الناس. انت انا اقول لك حاجه، يعني انت حاطط حساب في بنك وبتاخد فوائد كل شهر؟ لا انا باخد فوائد، ده مرتبي، انا شغال في البنك. انا بتكلم عليك انت دلوقتي. لا انت ليه لما انت تحط فلوس في البنك وبتاخد فوائد؟ انا ما عنديش فلوس في البنك احطها، يا ريت اوصل للمرحله دي. بس انا بتكلم كعام، انت دلوقتي الناس الغلابه اللي انت هتضحك عليها دي، طب ابوك مش ابوك ممكن يتعرض لموقف زي ده؟ امك، اختك، ابنك، بنتك، اي حاجه في المستقبل. يعني ما انا ما اعرفش، انا بديك نصيحه لوجه الله، انا ما اكيد انا مش ماليش دعوه بيك اصلا، فاهم؟ بتكلم في العموم، اتقي ربنا بس. تمام، ما انا عارف يعني حضرتك اللي حاطين فلوس ديت في البنك، الفلوس دي مش ده حرام؟ مش لا بص، مش هفهمك حاجه، هفهمك حاجه، لو انت هتتكلم دين يعني وما اعتقدش ان انت هتوصل للنقطه دي، بس في ناس بتبقى ارامل ما عندهاش دخل غير ان هي تحط يا عيني الفلوس دي عشان تصرف على عيالها.
واحد مش عارف ظروفه ايه لازم يعمل كده، ودي فتوى من الازهر ان هي حلال. فانت هتاخد منهم ناس زي دي، طب انت هتروح فين؟ يعني متوقع ايه نهايتك يعني، فاهم؟ يلا ما علينا، ربنا يهديك يا ابني ويصلح حالك. السلام عليكم. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.